ترابيزه بالعوده. ايه يا شبح؟ اه بأمارة ايه لا يعني؟ احنا اصلنا اليومين دول يوميننا يومنا بقى حق برضه ملوك بالعوده، الصلاة بالعوده حنك. لموضوع ملوك الصلاه وبالعوده لما سميته انت خزعبلات. اسمح لي بما ان لسه معانا شويه وقت كده اهو، اقول للساده المشاهدين او اوثق على الهوا الاجوان اللي انا ذاكرتها. اتفضلي. ماتش الزمالك والاهلي سنه 1942 2 يناير 1942 6-0. هقول لكم مين اللي جاب الاجوان. عبد الرحمن فوزي هدفين، عبد الكريم صقر هدفين، عمر شندي هدف، ومحمد حلمي زامورة هدف. 2 يونيو 1944 برضو ماتش الأهلي والزمالك 6-0. اللي جاب الأهداف محمود حافظ زقلط 3 أهداف، استحيمي هدفين، وعبد الكريم صقر هدف. الكلام ده موثق وكلام تاريخي ولا يمكن ابدا طمسه. تقول لي بقى بنقول على نفسنا ملوك الصلاه، بنقول على نفسنا مش عارف ايه، الاعلام ركز على موضوع على ماتش 6-1. وخليني برضو اؤكد ان ماتش 6-1 ده كان سنه 2002، وسنه 2002 الاهلي كان انتصاره الوحيد هو انتصاره على الزمالك، لانه ما خدش الدوري، الدوري كان من حظ الاسماعيلي، والكاس كان من حظ الزمالك. الشرف الوحيد اللي ناله الاهلي سنه 2002 هو فوزه على الزمالك، وهو شرف لو تعلمون عظيم.